بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة من الرحمن هدية هتصنع قلب جميل رقيق لين هين، وده القلب اللي ربنا بيحبه سبحانه وتعالى. هدية الرحمن النهاردة لما سيدنا ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي، قال: يا رسول الله، أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. فسكت النبي، فسأله ثوبان مرة أخرى، أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. فسكت النبي، ثم سأله الثالثة، يا رسول الله، أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ينتظر الوحي من رب العالمين عن أكثر حاجة ربنا بيحبها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان، عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. سيدنا ثوبان بيسأل النبي، هو ربنا بيحب إيه؟ لأن المحبين دايما يبحثوا عن أكتر الحاجات اللي حبيبهم بيحبها عشان يفنوا أعمارهم ويعيشوا وهم بيعملوا الأشياء اللي حبيبهم بيحبها. وده الحب الحقيقي، إنك دايما تكون متعلق بمراد الله اللي بتحبه. ولما ربنا سبحانه وتعالى شاف الصحابة بيسألوا عن أحب الأعمال إلى الله، أوحى لسيدنا محمد، أنا عليكم بكثرة السجود. وكل إنسان يسجد سجد ربنا، ربنا يرفعه درجة في الجنة. جماعة، درجات الجنة دي حاجة ما تخطرش على قلب إنسان. أنت لما تحب تزود درجة في فندق من الفنادق ممكن تدفع مئات أو آلاف الجنيهات في ليلة واحدة. لما تحب تنتقل من الدرجة الاقتصادية في الطيارات لدرجة رجال الأعمال ممكن تدفع آلاف الجنيهات. ما بالك درجة ودرجة في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. يعني حاجة أصلا ما تتصورش أن أنت ممكن توصل إليها، زي ما البشر لا يتصور الوصول للسماء. عشان كده الإنسان لازم مدرك لما تسجد سجدة واحدة بس، ربنا ينقلك في درجة تانية، لغاية ما تفضل تسجد لغاية ما تفضل تعلى في الدرجات، حتى يصل أكثر الساجدين فينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي قال كده. لما سيدنا ربيعة بن كعب كان بيحكي أنه كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام، ويفضل قاعد جنب باب بيت النبي لغاية ما ينام من كتر التعب سيدنا ربيعة بن كعب، والنبي بيصلي جوه، وفجأة مرة النبي طلع لقاه نايم كده، فكأنه صعب على سيدنا محمد، وكأن سيدنا محمد فرح بيه أنه قاعد منتظر أي أمر من سيدنا محمد. فسيدنا محمد قال له صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة، سلني ما بدا لك، اطلب اللي نفسك فيه. قال: يا رسول الله، بعد ما قعد يفكر، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: يا ربيعة، إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. ليه سيدنا محمد قلت له كده صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي عارف كل ما تسجد سجدة كل ما ترتفع درجة، وكل ما تسجد كل ما تقرب من درجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي بشرنا وإحنا ما نتوقعش إن حد فينا يطول إن يبقى جنب النبي. لكن سيدنا محمد لأنه حنين، وربنا لأنه رحيم، في ناس هتبقى رفقاء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. لكن إشمعنا كل ما أسجد أكتر كل ما أقرب من النبي في درجته في الجنة؟ إشمعنا كل ما أسجد أكتر ربنا يغفر لي خطيئة من الخطايا اللي عملتها في سنين من حياتي ونسيتها، واتكتبت أحصاه الله ونسوه، ربنا كتبها ونسيتها؟ ليه الثواب الكبير في السجود ده؟ لأن الإنسان اللي بيسجد ببدنه، لو حس بالسجدة دي بقلبه، قلبه كمان هيسجد لربنا. على فكرة، أي حاجة تعملها بجسمك لو قلبك حس بيها، قلبك يقلدها. فاللي بيمشي بكبر بجسمه، مشيته كده شايف نفسه، قلبه من جوه لو حس بالمشية دي يبقى متكبر هو كمان. واللي بيتكلم بكبر بلسانه، قلبه كمان هيبقى متكبر. واللي يسجد بجسمه، قلبه هيبقى القلب الساجد. ولو عشت بين يدي الله قلبك ساجد، هتعيش خاضع لربنا، تستقبل أوامر ربنا بنفس مسلمة راضية. عشان كده ربنا في القرآن بيقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المؤمن الحقيقي اللي بيستقبل أوامر الله ورسوله بقلب مسلم ونفس راضية، قلب ساجد. أما اللي بيجادل ربنا كتير وبيعترض كتير على كلام ربنا، محتاج يراجع إيمانه، قلبه مش ساجد. عشان توصل للقلب الساجد أكثر من السجود. فكلما استشعر القلب سجود البدن، سجد القلب مع البدن. وده هيعمل حاجة كبيرة قوي كمان في حياتك، هيخلي قلبك خاضع
مع الناس هتبقى متواضع، هتبقى لين، هتبقى هين، هتبقى إنسان سهل، مش هتبقى إنسان شايف نفسه متكبر على العباد فتبقى بعيد عن العباد وبعيد عن رب العباد. كثرة السجود بتأتي بخضوع القلب لله وتواضع النفس للبشر، فأكثر من السجود حتى ترتفع لتصل لمرافقة النبي في الجنة وحب العباد في الدنيا، وكل ده هدية من الرحمن.